انا راجل ومعايا ست ستات. راجل ست ستات ما انا راجل ومعايا ست ستات. معقولة يا رانيا تختفي كده من ساعة الجامعة وما نعرفش عنك حاجة؟ هاو الجواز بقى هنعمل ايه؟ اللي صحيح يا رانيا هو جوزك بيشتغل ايه؟ شوفي انا جوزي بيشتغل حاجات كتيرة قوي، واهمهم ان هو بيزنس مان مشهور، عنده ريستوران من اهم ريستورانات البلد. بيان سور عنده ريستوران 5 ستارز، 5 نجوم يعني، مش بيخشوا غير الاليتس وكل الهاي كلاس بتوع الناسات. فعلا ما بيخشوش غير الاليت بتوع المجتمع وطبقة الكادحين اللي عايشين تحت الرصيف. ايه ده يا ماما، هو مش بابا عنده محل فول وطعميه؟ الفول والطعميه ده جزء من المنيو اللي بيقدمه الريستوران از ركن الشرقي يعني كتغيير. ده بيعمل سجق وكبده اسكندراني النمائيل. ايه العجب؟ ايه مالك يا رانيا بقيتي بقتنه كده ليه؟ شيري انت عارفه بقى الجواز والشله الهم الجوازات يعني. هو ده الجواز مغمطه. عشان كده انا لغايه دلوقتي لسه ما اتجوزتش. عشان انت مش لاقي حد يتجوزك، مش بمزاجك. مرمطه ايه اللي بتتكلمي عليها؟ ده احنا لمينكم في البيت واخدينكم متمرمطين اساسا، واخدينكم من صفيحه الزباله. بصي في ناس. السلام عليكم. وعليكم السلام. مين ده يا رانيا البواب؟ اقصى عليكي، ده عادل ابني صاحب البيت اللي جايب لكم الجاتو اللي هتطفحوه. مين دول يا رانيا الاخضر والاصفر دول؟ دول غاليه وعاليه اصحاب رانيا. غاليه وعاليه ودول توأم ولا تشابه اسماء؟ دم خفيف قوي يا اسطى. اسطى؟ طب يا رانيا بقى احنا نستأذن عشان اتأخرنا. نورتوني نورتوني، اشوفكم تاني ان شاء الله في يوم ما يبقاش في حد خالص عندنا في البيت. اتفضلوا. السلام يا دوبك. يا دوبك. مع السلامة. مع السلامة. يا دوبك يا بني. شبه الخضار. مع السلامة. مع السلامة. باي 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 باي. ايامك طيب. ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ يا رانيا في ايه مالك؟ ايه اللي انت مبهدله ده واللبس الزفت ده؟ لبس الزفت ايه؟ اعمل ايه يعني؟ النهارده اضطريت ان انا مدي ايدي في الشغل عشان العيال كانوا لوحديهم، وعندنا ضغط شغل، 4 زباين جايين، فاضطريت بقى اقلي شويه باذنجان واصبع صوابع بطاطس. صوابع بطاطس؟ يعني مش كفايه ان انا اصلا رانيا اللوحي قبلت ان انا اجوزك وانت صاحب مطعم فول وطعميه، كمان بتمد ايدك وتساعد العيال؟ اللوحي وفرحانه قوي باللوحي، ده شغل يا ماما، هو الشغل عيب ولا ايه؟ يا عادل يا عادل، المشكلة ان رانيا مش شايفة فيك فارس احلامها. فارس احلامها اعمل لها ايه يعني؟ اجيب حصان ابيض واقعد اتمشى بيه ما بين الصالة والمطبخ؟ حصان ايه يا عادل؟ الكلام ده اولد فاشن بطل من زمان. احنا يا ابني مش اتفقنا ان احنا هنعمل زي اشاعة حب الفيلم؟ صح صح صح، واخلي بقى هند رستم تحبني صح؟ هند رستم تحبك انت بأمارة ايكا؟ بتحب عمر الشريف. احنا عايزين نشوف اي صورة من بتوع الايام دي نلزقها فيك. جبت الصور وكله تمام اهي وكله جاهز يا ماما، ايه رايك في دي؟ يرضي ربنا. ده جايب لي صورة رانيا وسكينة والبوليس قبض عليهم، ينفع هنا اقامة علاقة؟ ينفع؟ طبعا. ولا انت بس متضايقة عشان هما اتنين؟ دي الواقعية في السينما ماما، الواقعية. واقعية ايه؟ هو هل من الواقع انك عامل علاقة مع الاميرة ديانا؟ بص كده، بص الخلقة دي تعمل علاقة مع الخلقة دي بأمارة ايه؟ ايه اللي بأمارة ايه؟ ناقص ايد ولا ناقص رجل؟ مالها يعني؟ ناقص مخ، بعيد عنك، الست دي ماتت من سنين. اتفضل. طيب بص بقى القطعة دي، جايب لك قطعة بقى هايلة، ايه رأيك في دي؟ حلوة القطعة دي، اخيرا حاجة عدلة. لمين دي صحيح يا سناء؟ جمانة مراد يا سيدي.
جعانه مراد ازاي؟ جوانا مراد الممثله مش معوني عادل، ما تكونش اتفرجت عليها في التلفزيون. صح، انا بقول عارفها. لا طبعا عارفها عارفها، بس هنا مغيره في شكلها، يعني عامله ديكورات في وشها وبتاع. يعني دي تنفع يعني؟ تنفع. يلا هات لي قلم خليني اشوف شغلي واكتب لك احلى تعليق على ظهر الصوره. بجد وحشتوني قوي قوي يا بنات. وانتي كمان والله يا رانيا. انتي عارفه يا رانيا ان انا شغاله صحفيه؟ والله والله بجد والله ما بفكر. انا عايزه اقول لك على حاجه، ما تفكرنيش بقى، لان انا بجد كنت هموت وابقى صحفيه مميزه ومتالقه. ايه ده اللي وقع منك ده يا عادل على الترابيزه؟ يا ساتر يا رب، لازم تقول يا سناء، لازم. ايه ده بقى يا استاذ عادل، ده بقى فهمني. دي 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 وانا ايش عرفني يعني؟ ايه دي 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 وريني يا رن. ايه ده، دي صورة جمانة مراد. صحيح، دي صورة جمانة مراد اللي بتشع انوثة كده وحلاوة جيمز. استني، ده كمان في كلام مكتوب ورا. إلى حبيبي الشاعر عادل سعيد، مع أجمل ذكرياتي معك حبيبتك المخلصة جمانة. أوه، يا نهار أبيض. أنت إيه اللي بتعمله ده يا عادل؟ أنت بتخوني يا عادل مع جمانة مراد؟ جمانة مراد بتخوني معاها؟ لا اخونك ايه بس يا رانيا، دي يعني موضوع قديم كده وراح لحاله من زمان، لانها كانت صراحة معجبة باشعاري يعني. اشعارك؟ كل الكلام الساخن ده واشعارك برضو يا عادل؟ ده هيبقى سبق صحفي ما حصلش. لا لو سمحتي بلاش الصحافة تاخد خبر، كفاية على قد رانيا وخلاص. يعني بتخوني وانا اخر من يعلم يا عادل؟ حرام عليك يا عادل. يا ستي اخوني كي بس، يا جماعه ده موضوع خلص من زمان يعني. كانت معجبه باشعاري وتقعد تقول لي قول لي شويه اشعار، فبقول لها شويه اشعار وخلص الموضوع ده، وهي اللي بتقعد تطاردني صراحه يعني. قول كمان يا عادل، دي انفرادات هايله جدا كده يا بيبي كده. يهون عليك سندوتشات السكالانس اللي انا كنت بعملها لك كل يوم. السكالانس ده اللي هيطفشه مني وهيطفشنا معاك. يا رانيا ما تبقيش عبيطة يا بنتي، هو في حد يطول يبقى جوزه حبيب جمانة مراد؟ يا ريتني كنت مكاني. يا دولة بجد انت بتعرف جمانة مراد شخصيا يعني؟ هي طبعا يعني كنت اعرفها، بس الموضوع ده انتهى خلاص يعني. هي معجبة باشعاري وخلاص يعني، طول الوقت بتقعد. ثانية. الو، مين معايا؟ جمانة. بابا وحياتي عندك يا بابا، والنبي خليني اكلمها، انا بحبها جدا بموت فيها. كده ياسمين كده تعملي كده في مامتك اللي ربتك لحد ما كبرتي؟ استني بس ياسمين استني. ايوه يا جمانة لعلمك بقى، انا راجل دلوقتي متجوز وعندي بنوتة امورة يعني. يا بابا والنبي خليني اكلمها. ياسمين ما تضايقيش طنطك جمانة. استني وكمان خايف على مشاعرها وانا. ايوه جمانة الصوت ده. لا مفيش جمانة، بعدين يا جمانة ما ينفعش كده، هبقى اكلمك بعدين ونخلص الموضوع ده بقى. الو جمانة واضح انها شحنه ب10 جنيه والشحن خلص. خلاص عادي، هتسيبني وتروح لها يعني؟ انا خلاص كده في الطراوه. يا رانيا يا حبيبتي ما تقلقيش، انا هروح لها عشان اخلص الموضوع ده، اخليها تبعد عني بقى ولا ايه؟ حقائق ساخنة عن علاقة جمانة بعادل سعيد، لحقوا نزلوها في الجورنال. منك الله عليا انت وغالية، من كل الله. الحق يا استاذ دولة، انت قاعد هنا والدنيا مقلوبة برا. ايه يالا، ايه اللي حصل؟ الصحافة جاية على هنا عمالة تصور محل من برا من كل حتة، شكلنا كده بين اشهر من نار على العالم. ايه يا ده ميزو ده؟ نار ايه وعالم ايه؟ ده احنا هنبقى مشهورين. بس يالا ما هو كل ده يالا من تخطيطي ومن تكاتيكي. يا سلام عليك يا عبقري. امال ايه؟ بقولك يالا انت اهو، انا عايزكم بقى تلبسوا هدوم نظيفه اللي هي نفس الهدوم يعني، وتجهزوا كده اهو وتتوضبوا وتحطوا كلونيات وتنضفوا، عشان بقى لما الصحافه تخش تصور انا عايزهم كانهم بيصوروا فيديو كليب. عينيا يا استاذ دوله، بس انت اصرف. بس اصرف ايه يالا؟ جرى يالا ميزو، انت مش لسه قابض الجمعيه بتاعت ام ابراهيم؟ اصرف انت ياض وانا بحاسبك. يالا اتكل على الله، روح شوف شغلك. يالا عشان الصحافه. قابل يا استاذ دولة، شكلها بدأت تندع وهتبقى عالمي. شكلها صحفية، انا عارفهم بيخشوا متنكرين. مساء الخير. مساء الفل والياسمين. اهلا وسهلا، اتفضلي. اهلا وسهلا، مساء الخير.
والمساء جمانة بقى. جمانة؟ مش انت عادل سعيد اللي جمانة بتموت فيك؟ يا جمانة بس. جمانة دي تعتبر اخر العنقود في اللي بيموتوا فيها. عندك نانسي وعندك هيفا وعشا كيلاني وكتير يعني. مش كده ادبيز ولا ايه؟ ايوه يا استاذ دول، على يدي انا اللي كنت بنزل سندوتشات الفول والطعميه للست جمانة بنفسي. لا انا اللي كنت بنزل سندوتشات الفول والطعميه للست. هي ما بتاكلش غير فول وطعميه، ما خلاص ما قالها وخلاص. حضرتك يعني الفول والطعمية دي كانت حاجات بسيطة، أصيح جمانة ساعات بتحب الفول والطعمية يعني حاجات بسيطة. أهلا وسهلا بقى كده. واكتر من كده، يا سلام على كده، يا سلام يا سلام يا سلام. كفاية يا سلام واحد. ايه ده ايه ده، مش معقول. ايه يلا، انت تعرف اللي هارم ولا ايه؟ نعم. انت كمان ما تعرفنيش؟ مش واخد بالي حضرتك. مين يالا مين؟ دي الست جمانة مربي نفسها هنا في المطعم، انا مش مصدق عينيا. بقولك ايه انت كده بتاكدي الاشاعات اللي طالعه علينا يعني انا وانت. ايه ده اشاعات؟ ما انت اللي عامل فيها واتبرم ومخلص وان انا اخر العنقود. لا حضرتك، ده كل ده يعني كلام عشان الجرايد يعني، لكن في الحقيقه انا لا برم ولا باب حضرتك يعني، ده انا بس عامل ده كله فنجره بق، ده انا غلبان والله حضرتك. طب ما دام انت طلعت عيل كده، ايه اللي خلاك تطلع الاشاعه السخيفه دي؟ حضرتك اصل مراتي كانت عايزاني ابقى واد برم يعني، ومقطع السمكه وديلها، فانا قلت اعملها لها هديه في عيد ميلادها يعني. نعم ليه، هو انا حلق ولا سوره هتديها لمراتك؟ اسمع، انت لازم تنفي الاشاعه دي تماما. لا حضرتك ما اقدرش، ده انا اتطلق فيها وكده في البيت هيبقى شكلي راس كرومبا يعني. راس كرومبا رجلك انا بما يهمنيش، المهم شكلي انا قدام جمهوري هيبقى ازاي. شكلك ايه يا ست الكل، ده انت قمر. ده اي كلام بتقوله خلاص. شكلك ايه يا ست الكل، ده انت قمر. خلاص حضرتك يعني مش هينفع كده يعني، انا ما اقدرش ارجع في كلامي يعني. يعني انت مش عايز تنفي الاشاعه دي؟ لا. ماشي، انت اللي جبته لنفسك. مع السلامة، وذنبك على جنبك يا سعادل. على جنبي وجنبي وانا حر فيه. جمانة مرادي انا. السلام عليكم. عليكم السلام. بيبي حمد الله على السلامة يا روحي. ايه يا رانيا مالك بتتكلمي كده ليه؟ عادي يا روحي، نوع من التغيير. اعترف، مش عاجبك ولا ايه؟ طبعا مش عاجباني. يعني اعمل لك ايه عشان ما تبصش بره؟ ابص بره ايه؟ انا لا ببص بره ولا ببص جوه، انا نظري ضعف اساسا. بس انا بقى يا بابا اصحابي في المدرسه بيقولوا لي ان انت هترجع لجمانة، وبعدين كمان بيقولوا لي حد يسيب جمانة ويروح لمامتك. تصدقي بقى عيب يا ياسمين. لا طبعا، هو في حد احسن من مامتك يعني؟ معقوله؟ طيب ما تحكي لنا بقى عن ذكرياتكم مع بعض يا ابي. ايه احكي لكم؟ ايه ولا ايه كانت حبيبتك، كانت بتوهبني الامان في اللحظه 100 مليون سنه، بس الزمان هو اللي خان. ابدا ملوش ذنب الزمان. حرام اخسى عليك يا عادل، اتأثرت بالاغنيات. بس انت عيطتي ليه؟ اصلا انا كمان حبيبي سابني، اكيد شمانة دلوقتي مجروحه جرح عميق. لا ولا مجروحه ولا حاجه. لا اصل انتوا مش واخدين بالكم، هي زي الفن لسه شايفها امبارح يعني. انت بتعجب بتقول ايه؟ شفتها فين؟ هشوفها فين؟ هيشوفها فين يعني؟ كمان انت شعقوله يعني جاميه بجد هيكون شايفها في التلفزيون؟ يا سلام. هيشوفها في التلفزيون، هيكون شايفها فين يعني؟ بعقلك كده فكري، تفتكري جمانة ممكن تبص للمنظر ده وتتعلق بيه بأماره ايه؟ ليه كده يا سناء؟ ده عادل ده راجل لطيف وظريف وكله جاذبيه. ما شاء الله عليكي يا حبيبتي، لاحظتي كل ده في اخويا في الثانيه اللي قعدتي فيها؟ والله وسوقك مشي يا عادل. هعمل ايه يا جماعه، هعمل ايه؟ كل البنات معجبين بيا يعني، بجد انا مش عارف اعمل ايه. يا هذه المسجات، جمانة بعتلي مسج برضو. كلمني شكرا معتز، الله يخرب بيه. اعمل ايه؟ بعتلي رسائل، اعمل لها ايه يعني؟ عادل ما تزودهاش مسخت، ده احنا دفنينه سوا يا عادل. دفنتوا مين؟
ودفنتوه فين؟ ها؟ مفيش حد دفناه. افتحي عادي يعني. مساء الخير. مش ده منزل عادل سعيد برضو؟ مش ممكن، انا مش قادره اصدق نفسي. جومينا واقفه قدامي. اتفضلي اتفضلي عادل حبيبي، وحشتني وحشتني قوي. هي حصلت تجيب على حد البيت هنا؟ جومينا وفي البيت. وايه ده؟ اهلا وسهلا. وايه اللي جابك صحيح؟ ايه ده يا عادل، حد يقول لجومينا كده حبيبته؟ حبيبته قالت لي حبيبته. والله سمعتوها قالت حبيبته. صح. ايه اللي انت بتعمله ده يا عادل؟ ايه اللي انت بتعمله ده يا عادل؟ عادل مين دي؟ هديان. يلا مراته. انت اتجوزت عليا يا عادل؟ انت اتجوزتها يا عادل من غير ما تعزمني؟ اتجوزتها؟ لا ما حصلش. ايه ده يا عادل، انت خايف ولا ايه؟ لا انا ما اعرفكش كده، طول عمرك جريء وجبار. لا على فكرة بقى، بابا عمره ما خاف وقالنا على كل حاجة. انت مين يا عسول؟ انا ياسمين بنت عادل، الجو بتاعك. انت ليك عندي مفاجأة. انما ايه يا شحاتة؟ شحاتة مين؟ خش يا شحاتة. شحاتة مين؟ بابا فين؟ بابا مين؟ بابا مين يا بابا؟ هو يا حبيبي دي اختك ياسمين. خش في حضن بابا يا حبيبي. بابا ايه؟ مش مصدقك يا حاج. انت بابا ماشي مش بطال. انا مش مصدقه نفسي يا اس، حرام عليكو. انا اللي مش مصدقه. عادل ما يعرفش جومينا، خلف منها ازاي بالبلوتوث؟ ايه يا عادل مالك؟ ده شحاتة ابنك. الله، حد ما يعرفش ابنه؟ ابني ازاي؟ الحقوني قلبي. قومي يا بنتي. تعبتوا فيها ايه يا جماعه؟ في حاجه غلط يا اخوانا. لا في حاجه غلط بتحصل، انا ما اعرفهاش والله ما اعرفها. يا سلام، مش انت اللي عامل كل الفيلم العربي ده؟ عايز تبقى برم؟ اديك بقيت مقطع السمكه وديلها وراسها كمان. انا مش فاهم حاجه. سيبك منهم يا عادل يا حبيبي، انت وحشتني قوي وانا مش قادره اقعد من غيرك. عندك احلى اتنين عصير للاستاذ عادل الفتك اللي كل يوم معاه واحده شكل، واحنا معناش. جريالة في ايه؟ انا طلبت منك عصير غور وقعد من هنا. ماشي يا فتك. يلا قعد من هنا. عاجبك اللي بيحصل ده يا ست جومينا؟ انا خلاص، انا مستقبلي ضاع وبنتي اتشردت وخلاص اسرتي باظت. ناقص تقولي كمان اني غررت بيك، مش انت اللي فهمت الناس كلها ان انا ميتة في دباديب؟ دباديبي؟ انا ما عنديش دباديب اصلا. هو الموضوع كله بدأ من سناء اختي، منها لله، هي اللي قالت لي نعمل اللعبة دي يعني على رانيا مراتي عشان تعرف ان انا يعني مخربش وبرمجي مش اكتر يعني. يا واد يا برم، والنبي ما تتريق علي، انا اساسا كنت برم يعني زمان ايام المدرسة، ما كانش فيه ولا بنت في المدرسة بتعدي من تحت ايدي يعني. ليه؟ هو انت كنت في مدرسة ايه؟ النقراش الثانوية العسكرية بنين. بنين؟ هو انت مش هتبطل كذب بقى؟ ذنبها ايه مراتك المسكينة الغلبانة تعمل فيها كل ده؟ منكم يا رجالة، مفيش فايدة فيكم ابدا. انا فعلا كذاب. يا رب ربنا سامحني يا رب، ويا رب رانيا تسامحني. خلاص ما تزعلش نفسك يا عادل، انا هصلح الموضوع بينك وبين مراتك وهقول لها على كل حاجه. ما تزعلش نفسك بقى، بس انت برضو لازم تفهم الناس الحقيقه كلها. يفهم مين الحقيقه في الوضع اللي انا شفته على الترابيزه دي؟ انا عايزه اعرف. هتجنني، هتطير برج من نافوخي. يا واد مش انا وانت اللي مطبخين موضوع جومينا دي مع بعض؟ جاي بتطبخه لوحدك ليه؟ افرض الملح منك زاد. يا حبيبتي اهدي، انا هفهمك على كل حاجه. هو ما قالكيش اصلا انا مجنونه وهبله وما بفهمش ومتهوره؟ ايه ده، فرفره حلوه قوي. عادل انا مش قادره، شوف لك سرفه مع الست دي. رانيا يا حبيبتي افهمي بس. يا رانيا انت فاهمه غلط، انا ما بحبهاش يعني، انا ما بحبش غيرك انت بس. يا رانيا ده انت ام ياسمين بنتي، معقوله احب غيرك يا رانيا؟ بجد يا عادل؟ ايوه انا لازم اقول للناس كلها، يا ناس يا عالم يا اخوانا، انا الست رانيا يعني الست جومينا مراد، انا ما اعرفهاش، انا ما كنتش بشوفها غير في التلفزيون وبس. وانا كمان اول مره اشوفها بحق وحقيقي. يلا جومينا معانا. ايوه يا رانيا،
ايوه رانيا بجد بجد يا رانيا، انا ما حبيتش غيرك يا رانيا. انا بحبك يا عادل، بحبك. ثانيه واحده بس. رايح فين؟ ما في ثانيه، هتصور واجيلي. عادل انت بتشتغل ايه؟ مين انا؟ مهندس. وانا 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 يا كابتن، ونقلها لي بالبلوتوث. ها واحنا كمان. انا 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 عادل، انا كده مش باينه يا عادل، مش باينه. صور 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 صور. دخل في جوازات بيعيش ويتمرمط مع واحدة بالذات، ويعيني على دولة اتدبس في دولة، أكيد لا دول مش مخلوقات. اتزل واتداين واتدب في قصار، حتفك مش باين دول ست ستات. طب والنعمة لو عنطر وفي وسطك سنطر، كان هيس وفيص ستات. ما انا راجل ومعايا ست ستات.